امتداد للسوبر الافريقي. طيب ايه رايك نطير بس الاول لكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام عشان نعرف منه بالنسبه للسوبر المصري حكام مصريين ولا حكام ايه ولا ايه اللي بيحصل؟ لان انا امبارح اتكلمت مع على كابتن محمد فاروق وكابتن محمد رمضان وفي يعني لغه جديده وجميله ما بين الانديه حسنها احنا كمان في لغه حلوه بالزبط. ومحمد فاروق يعني من الناس المهذبين المحترمين جدا اللي تثق فيه. صحيح. كابتن محمد فاروق اهلا بيك. كابتن مهيب ازاي حضرتك وسلام ليك وكل ضيوفك المحترمين الكابتن طارق يحيى كابتن محمود فتح الله كابتن محمد عمارة نجوم مصر المحترمين. وحشني والله يا كابتن وبالتوفيق موفق دايما وعندنا امال كبيره جدا جدا بصراحه عليك. ان شاء الله يا كابتن يعني ان شاء الله يكون موسم موفق. ابتدينا بدايه قويه جدا بالمحترفين الاسبوع ده وان شاء الله تمتد للدوري الممتاز وجميع مباريات الدوري تكون ماتشات مشرفه. طيب دايما التحكيم في خانه صعبة جدا وشايف لغة جديدة ما بين لجنة الحكام وما بين الأندية وخاصة الأندية الكبيرة زي الأهلي زي الزمالك زي بيراميدز زي سيراميكا زي فيوتشر زي اسماعيلي، يعني شايف لغة جديدة وشايف فيه هدوء، لكن لحد إمتى؟ لأن أنت عارف مع أول خطأ مع أول مشكلة مع أول حاجة الدنيا بتقلب 180 درجة. لا خلينا بس نتكلم، مفيش دوري في العالم مفيهوش اخطاء طبعا. الله طبعا كويس وعملنا معسكرات لان لو في خطا عند الحكم اكيد اللعيبه بيبقى عندها اخطاء نفس الكلام اكيد، لكن احنا بنحاول جاهز يعني بنحاول بقدر الامكان نقلل من الاخطاء ايوه وتبقى الصوره احسن. لكن انا عشان يعني هكون يعني ما بقولش كلام مظبوط لو قلت لك الاخطاء مش هتبقى في اخطاء والموسم بدون اخطاء، لا طبعا هتبقى في اخطاء، لكن ان شاء الله هتحس فرق كبير جدا ما بين الموسم ده والموسم اللي فات. على الاقل الاخطاء هتقل لان احنا عملنا مجهود كبير جدا مع حكامنا وهنختتم الكلام ده كله من يوم 26 بعد السوبر، هنبقى عاملين 5 ايام للحكام ومساعد الدوري الممتاز، هنبقى عليهم اخر بقى المحاضرات النظريه والعمليه وان شاء الله نبدا يوم 30 بدايه قويه ان شاء الله. طيب نتكلم على السوبر المصري، هل هو سوبر خالص 100% او بصفاره تحكيميه مصريه؟ ان شاء الله احنا السوبر المصري بصفاره مصريه ومفيش اي جواب جات لنا ولا في اي كلام، وكان ليا لقاء مع الاستاذ جمال علام وما طرحش اصلا كلمه تحكيم اجنبي خالص. لو اثناء البطوله مثلا صعد فرقتين الاثنين طالبين حكام اجانب، ما هو الوضع؟ لا ان شاء الله حكام مصريين والحكام يكونوا معنا هناك في الامارات كلنا بالطقم بالكامل وان شاء الله زي ما قلت دي بطوله مصريه، فريقين الاربع فرق مصريين الحكام مصريين مع السوبر المصري وليس السوبر الافريقي او اي حاجه. يعني من الاخر السوبر المصري تحكيم مصري خالص 100% ان شاء الله يا كابتن. دي يعني حاجه كويسه جدا، احييك على هذا القرار لانه قرار انا شايفه الحقيقه في صالح الكره المصريه وفي صالح التحكيم المصري. ما ينفعش اروح العب في بلد شقيقه زي الامارات واجيب حكام اجانب لزمالك واهلي وسيراميكا وبيراميدز، لازم يبقى حكام مصريين عشان ندي ثقه لحكامنا وندي رساله للناس في الدول العربيه ان احنا واثقين ثقه كبيره في حكامنا المصريين. اكيد طبعا يا كابتن، واحنا عندنا حكمين مرشحين لكاس العالم وعندنا 2 مساعدين مرشحين لكاس العالم، فمش هنقدم شهاده لاعتماد الناس دي عندنا في المنطقه في الماتشات الكبيره جدا كده زي كده؟ طب اما الاتحاد الدولي الافريقي هيثق ازاي في حكامنا بعد كده؟ فطبعا طيب. بداية قوية للحكام مصر إن شاء الله في البطولة. هل الموسم ده ممكن يعني مباراة القمة تبقى بطاقم تحكيم مصري؟ يعني خلينا ما نروحش دلوقتي، خلينا نبدأ البطولة بحكام مصريين، لكن لو احتاجنا لأي ظروف ما فيهاش مشكلة ما بتروح لماتش أو اتنين طول الموسم لا تقل من الحكام المصريين طبعًا، لأن حكامنا بخير وحكامنا بيلعبوا كل البطولات، لكن اللي أنا كل مباراة وكل اسبوع طبعا طبعا جنيه طبعا مفروض تماما. بتكلم على الدوري ولا السوبر يا سيدي؟ لا انا بتكلم على الدوري. دوري. طيب بأمانة كده جديدة يا كابتن محمد، هل التحكيم المصري محتاج خبير اجنبي؟ لا يا كابتن، التحكيم المصري محتاج ثقة في الأول وفي الآخر. يعني خلينا نقول الثقة دي وحط جنبها 50 خط. لأن الثقة دي بتيجي من الاتحاد، بتيجي من اللجنة، بتيجي من الإعلام. دليل حكامنا في البطولات الافريقيه والبطولات الكبيره. بس انت كنت اقرب واحد لبريرا، يعني هل معترض على شغله؟ لا مش معترض على شغله، والراجل اشتغل وليه ايجابيات كتير جدا عشان برضه ما نظلموش، لكن الخبراء المصريين والمصريين عامه قادرين ان هم ينجحوا في التحكيم المصري. طيب هل في لوائح جديده في هذا الموسم؟ لا في تعديلات جديدة أصلا بالنسبة لنا في التحكيم، لكن ما فيش لوائح. يعني شفنا عقوبات كانت بتبقى متأخرة، شفنا قرارات كانت بتبقى متأخرة، وده عمل جدل كبير جدا يا كابتن فاروق،
يعني انت عارف المباراه بتخلص بتستنى اسبوع اسبوعين عشان تعرف ايه الاحداث اللي حصلت في المباراه. ده كان بيعمل فجوه كبيره وبيخلي الناس تتكلم وبيخلي السوشيال ميديا تتكلم بيخلي استوديوهات تتكلم. لكن لو القرارات كانت سريعه اعتقد ده بيقفل ابواب كتيره جدا. اتفق معاك تماما، لكن احنا مش اصحاب القرارات، احنا الحكم. ايوه يا فندم، لازم يكون في تنسيق بينك وبين لجنه المسابقات ولجنه التظلمات والانضباط والكلام ده. أما المطلوب من الحكم بعد المباراة بيكتب تقريره وبيبعته لجنة المسابقات، خلاص هو ملوش دعوة بقى بقرار بيطلع أو أي حاجة تاني، دوره بينتهي بعد ما بيبعت التقرير للجنة المسابقات. تمام. جلسة الوزير مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لدعم التحكيم المصري شايفها إزاي؟ خطوة جميلة جدا وخطوة يعني إن شاء الله تكون في صالح التحكيم المصري، وبقول إحنا لازم ناخد الفرصة دي كلها ونبدأ حتى لو في خلافات ويبقى في نبذ الخلافات وكل المشاكل دي كلها، لأن عودة التحكيم للمصريين أنا بشوف إن هو انتصار خلال الفترة القادمة دي إن شاء الله، وما عود بعد كده على التحكيم المصري من حكام مصريين وإدارة مصرية. الحكم عاطف حسين، لماذا تم إيقاف الحكم الرابع في مباراة المصري والزمالك؟ لا ما تم ايقافه، ايه دخل الماتش ده بعاطف حسين؟ ده هم بيقولوا لي يعني السؤال ده مهم عايزين نستفسره. لا عاطف حسين يتوقف لان احنا مدين تعليمات فتره، يعني انا مدي تعليمات ما فيش حكم يطلع في الميديا ولا يطلع في اي وسائل غير لما يتصل باللجنه وياخد اذن. حقك طبعا موجود. لكن الواحد يطلع كده من نفسه لا طبعا، وده هيطبق على الصغير والكبير. ما فيش حاجه اسمها ده حكم كبير وده حكم صغير، في المبادئ والقيم هتطبق على الجميع، وده اللي انا هعمله الفتره الجايه. اللي يزعل يزعل واللي ياخد موقف ياخد موقف. لا النظام نظام يا كابتن فاروق، النظام على الجميع. النظام مطبق على الجميع. عايز اساله سؤال بس. اتفضل كابتن عماره، بس هيسالك سؤال. يا كابتن عماره. كابتن فاروق ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، ربنا يخليك. الحمد لله، انا بس يعني كنت كده في العربيه وسمعت الكابتن ابراهيم نور الدين في حوار مدته مثلا 20 دقيقه على التليفون. فحسيت ان هو عمال يعني في دايره المذيع يساله انت المسؤول عن التحكيم ولا الكابتن محمد فاروق؟ فمين مين مين رئيس اللجنه الفعلي، حضرتك ولا كابتن ابراهيم نور الدين؟ اتحاد الكوره، اتحاد الكوره رئيس مجلس الاستاذ جمال علام والمجلس بالكامل، يعني انا رئيس اللجنه وهم عارفين الكلام ده، بدليل ان انا مسؤول عن كل صغيره وكبيره، مسؤول عن التعيينات، مسؤول عن كل حاجه. تمام يا كابتن. طب العلاقة بينك وبين ابراهيم نور الدين ايه؟ علاقة كويسة، حتى في تنسيق يعني في الشغل، يعني في جلسات وتنسيق. طبعا في تنسيق، وحتى لو في خلافات بتبقى خلافات للصالح العام مش خلافات شخصية. تمام. احنا سواء انا او هو او اللجنة احنا عايزين نرتقي كلنا بالتحكيم المصري. بالتوفيق للتحكيم المصري كابتن فاروق في الفترة القادمة، ومتفائلين بيك خير جدا، هدوء واتزان وانضباط، وان شاء الله القادم يكون افضل. شكرا.